اقترح المؤتمر المركزي الصيني للتنمية الحضرية أن التخطيط الحضري يجب أن يوضع على أساس مصلحة الشعب، وينبغي أن تكون كل إدارة المدينة وخدماتها ملائمة ومريحة لسكانها، غير أن العمال المهاجرين لا يعتبرون أو لا يعتبرون من سكان المناطق الحضرية ولا يتمتعون بحقوق متساوية. دعونا نستمع إلى آراء الخبراء. يجب على كل من الإنشاءات والإدارة في المناطق الحضرية أن تكون موجهة لصالح الشعب، وأعتقد أنه يجب إبراز دور الناس ومساهماتهم في المدن، ويجب أن تتم الإنشاءات وإدارتها اللاحقة في المناطق الحضرية على هذا الأساس، بحيث يتسق الأمر مع مبدأ التنمية الموجهة للشعب أيضا. من ناحية السياسات، ينبغي علينا تخفيض معايير القبول ونقبل مزيدا من الناس الذين يمكنهم التمتع بالخدمات العامة. أما من ناحية التنفيذ، فيجب علينا نفعل أكثر من ذلك لنوفر خدمات أفضل لتكون في متناول العمال المهاجرين.